التعريف بمفهوم التغطية الصحية الشاملة ومناقشة أهمية إعداد استراتيجية للتمويل الصحي بالإضافة إلى الخروج بتوصيات لخطوات عملية على المستوى القصير هو الهدف الذي يسعى إليه اللقاء التشاوري الذي عقدته وزارة الصحة بالتعاون مع منظمة الصحة العالمية إلى تحقيقه. الرحلة والمشوار بما يتعلق بهذا المجال لم يبدأ اليوم، وإنما بدأ منذ عقود. بهذه الجملة استهل رئيس الوزراء حديثه، مشيرا إلى أن الأردن ينفق على القطاع الصحي الكثير، لكن النتائج لا ترتقي للمستوى المطلوب بسبب الترهل والتفاوت في تقديم الخدمة. الرحلة والمشوار لبلورة التغطية الصحية الشاملة لم تبدأ اليوم، بدأت منذ سنوات ومنذ عقود، وربما كانت الباكورة في فكرة المؤسسة الطبية العلاجية وبعض الحكماء الراحلين مثل الدكتور نائل العجلوني اللي أعطاها زخم واشتغلنا عليها وظلينا نحاول. أيام الضمان الاجتماعي تشرفت بأن اشتغلت مع العديد منكم في محاولة إلى بلورة تأمين صحي شامل لكل العاملين اللي ما عندهم تغطية، إما بالخدمة المدنية أو العسكرية، ولكن لغاية الآن لم ترى أي من هذه المحاولات لم ترى النور حتى الآن. النتيجة هي كما يلي: النتيجة هي أن لدينا قطاع صحي يشار له بالبنان في المنطقة وفي دول العالم، ننفق على هذا القطاع الكثير، ولكن النتائج لا ترقى إلى المستوى الذي نطمح به نحن. الرزاز أكد على أهمية العمل على إيجاد منظومة صحية عادلة ومستدامة لمعالجة جميع المخاطر الصحية التي يعاني منها مجتمعنا الأردني، والتفريق بين التغطية الصحية الشاملة والتأمين الصحي، وإننا في الأردن لدينا الإرادة السياسية الكاملة نحو تحقيق التأمين الصحي الشامل. أدعوكم جميعا أن يكون هذا اللقاء وهذه الجلسة التشاورية هي فاتحة لإنجاز هذا المشروع في عام 2019، ونحن قادرون على ذلك أولا بهذه القامات التي لها تجارب في القطاع الخاص والقطاع العام والخدمات الطبية الملكية وفي مجال التأمين. عندنا قدرات هائلة، عندنا تجارب مهمة يمكن البناء عليها، وهناك أسئلة عديدة علينا أن نجيب عليها. السؤال الأهم ربما مفهوم التغطية الصحية الشاملة، ماذا سيشمل ذلك؟ هل سيشمل الرعاية الأولية والثانوية والثالثة؟ هل سيشمل الأدوية والعلاج خارج المستشفى أم داخل المستشفى؟ هل سيشمل العيون والأسنان؟ هل سيشمل ماذا سيشمل؟ هل سيشمل الخدمات الفندقية الخمس نجوم وأربع نجوم ولا الأساسية؟ كيف نبني ونراكم وكيف يكون التعاون والشراكة مع مقدمي الخدمات المختلفين إن كان قطاع حكومي ولا عسكري ولا قطاع خاص؟ الحوار المعمق والمفتوح بروح المسؤولية بين جميع الجهات الصحية لتوفير متطلبات النهوض بالقطاع الصحي وبناء نظام صحي قوي ومتماسك ومتكامل على رأس أولويات وزارة الصحة. الخطة العالمية للتنمية المستدامة 2030 هدفا مباشرا خاصا بالصحة يتصل بتحقيق التغطية الصحية الشاملة بما في ذلك الحماية من المخاطر المالية وإمكانية الحصول على خدمات الرعاية الصحية الأساسية الجيدة وإمكانية حصول الجميع على الأدوية الفعالة الميسورة التكلفة. وكان الأردن من الدول التي شاركت في إعداد هذه الخطة والمصادقة عليها كما أسلف المتحدث السابق، والالتزام بتنفيذها،
وقامت المؤسسات الحكومية والقطاع الخاص والهيئات والمنظمات الدولية بالتعاون مع وزارة التخطيط والتعاون الدولي بالعمل معا على مراجعة مؤشرات الخطة العالمية ومواءمتها مع الوضع الحالي في الأردن وفقا لأولوياته وإمكاناته ولرؤية الأردن 2025 والبرنامج التنفيذي التنموي. منظمة الصحة العالمية أكدت على أن الكثير من دول العالم وضعت مفهوم التغطية الصحية الشاملة في مركز أجندتها لكي تحظى بالأولوية، وإنها تسعى إلى توفير الصحة ذات الجودة العالمية إلى جميع أطياف المجتمع. اللقاء التشاوري الذي جاء تحت عنوان خطوات عملية نحو الوصول للتغطية الصحية الشاملة وبرعاية من رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز، حضره عدد من المعنيين في القطاع الصحي من الأردن والخارج. حمزة نايف لمعاني، الحقيقة الدولية.